بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ المساعد الدكتور مازن عبد الرحمن الهيتي، مركز الدراسات الاستراتيجية جامعة الأنبار، محاضر لمادة التخطيط والتنمية، وهي موجهة إلى طلاب المرحلة الرابعة كلية الآداب. ومحاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة 12 بعنوان المفهوم الجغرافي للتنمية. ننتقل إلى المفهوم الجغرافي للتنمية، وهو محور مهم جدا من محاور دراستنا، كون نحن في قسم الجغرافيا ونحتاج إلى بيان مفهوم الجغرافي للتنمية. ينبثق مفهوم التنمية في الجغرافيا أو المفهوم الجغرافي للتنمية من أهمية البعد المكاني للتنمية انطلاقا من دور الجغرافيا واهتمامها في دراسة الأبعاد المكانية لتوزيع الظواهر الجغرافية. وتتمثل الدراسة الجغرافية لموضوع التنمية في عملية تطبيق الوسائل الجغرافية مسحا وتحليلا وتعليلا من أجل إدراك وتفسير بعض مظاهر المشكلات التنموية المعاصرة، والتنمية والتخطيط ليسا دخيلين على الجغرافيين، لأن أي عملية تخطيطية يراد بها إزالة وضع قائم أو تعديله أو تنمية له، لا بد أن يبدأ بمعرفة هذا الوضع، وليس أقدر من علم الجغرافيا على فعل ذلك. كما أن جميع عمليات تنظيم المجتمع وتنميته إنما تتم في النهاية في الإطار المكاني الذي يعد الجغرافي أكثر الباحثين خبرة به. لذلك فإن مفهوم التنمية لدى الجغرافيين له بعد مكاني انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من دور الجغرافيا واهتمامها في دراسة المكان وتوزيع الظواهر الجغرافية فيه. وتتمثل الدراسة الجغرافية لموضوع التنمية في عملية تطبيق الوسائل الجغرافية مسحا وتحليلا وتعليلا من أجل إدراك وتفسير بعض مظاهر المشكلات التنموية المعاصرة. كما لعلم الجغرافيا من إمكانية كبيرة في حل المشاكل التنموية في ضوء امتلاكهم ملكة تحديد وبلورة الأبعاد المكانية للظواهر الجغرافية وإدراك الخصائص المكانية لهذه المشاكل والإسهام في حلها، وعلى الأقل في تحليلها من خلال تطبيق كل من النظريات أو المفاهيم والأساليب الجغرافية. لعلم الجغرافيا دور كبير وإمكانية كبيرة في حل المشكلات التنموية في ضوء امتلاكهم ملكة التحديد وبلورة الأبعاد المكانية لظواهر الجغرافيا وإدراك الخصائص المكانية لهذه المشاكل والإسهام في حلها، وعلى الأقل في تحليلها. نعم. فالجغرافيا عند معالجتها لموضوع التنمية لا يقتصر اهتمامها على مجرد كشف أو اكتشاف الأنماط التي تشكلها مستويات التنمية على مستوى الحيز الجغرافي، وإنما تبحث أيضا في فهم الأسباب التي أدت إلى وجود مثل هذه الأنماط. الجغرافي عند معالجتها لموضوع التنمية لا يقتصر أبدا على اهتمامها على مجرد كشف الأنماط التي تشكلها مستويات التنمية،
وإنما تبحث عن فهم الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الأنماط. ويعتبر من أحد أهم جوانب الأبعاد المكانية للتنمية التفاوت المكاني في مستويات التنمية إقليميا أو على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العالم، حيث ينقسم العالم الآن جغرافيا إلى إقليمين: إقليم متقدم أو متطور تنمويا يتمثل في الدول المحيطية بالمحيط الأطلسي الشمالي وبعض المناطق المجاورة لها، وإقليم متخلف يتمثل بدول العالم الثالث مع وجود نطاق انتقالي أو استثناءات تنموية موضوعية كاليابان، سنغافورة، استراليا التي تعتبر، ماليزيا التي تعتبر دول متقدمة لكنها تقع ضمن الإقليم المتخلف. نعم، ينقسم العالم جغرافيا إلى إقليمين: إقليم متقدم يتمثل في الدول المحيطية، يعني الدول المشاطئة للمحيطات اللي هي أمريكا وكندا وأوروبا، نعم، والصين. أما بالنسبة للدول المتخلفة فهي دول العالم الثالث، رغم وجود بعض الاستثناءات اليابان وسنغافورة وماليزيا واستراليا التي تعتبر دول متقدمة لكنها تقع ضمن الإقليم المتخلف حسب وجهة النظر العلماء. وتعتبر مفردات علم الجغرافيا الطبيعية والبشرية هي المجال الحيوي للتنمية، إذ أن التنمية بمفهومها الشمولي لم تعد مقتصرة على جانب واحد اقتصادي أو اجتماعي، وإنما أصبحت عملية شمولية كلية يصحح بها الإنسان الأوضاع السائدة في كافة المجالات المتعددة والمتشابكة، والتي تتطلب دراسة جوانب متعددة من جغرافية الإقليم أو الدولة ككل التي يرغب الدارسون في تحسين ظروف الحياة فيها. نعم، وينعكس المنظور الشمالي، منظور الشمولي للجغرافي إلى موضوع التنمية في أنه لا تستهويه تنمية أحادية، بل أنه يشعر بالقلق إذا ما تركز الاهتمام على تنمية أحادية الجانب، بل يهدف ويسعى إلى التنمية الكلية الشاملة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. فالجغرافيا تعالج موضوع التنمية عندما تدرس إحدى مجالات التنمية بصورة انفرادية، فإنما تدرسها لغرض رصد مناطق الخلل في توزيع كل منها، مثلما تدرس وتفسر أسباب التفاوت المكاني في توجيه عملية التنمية لتضع الصورة المثلى المرتكزة على النظرة الشاملة الكلية لتوزيع مشروعاتها والوضع الأمثل لتوزيع نتائجها لتحقيق المساواة المكانية في كافة أرجاء الحيز الجغرافي. وعموما التنمية تعني إحداث تغيير في بنية ومكونات الظواهر الجغرافية، هذا من جانب. ومن جانب آخر
إن من خصائص ومميزات التنمية إنها تعنى أو تهتم بالانتشار المكاني لجهود وثمار التنمية، والمكان والإطار الحيوي الذي تتحرك بداخله الدراسات الجغرافية، وهو يشتمل على ظواهر جغرافية متنوعة وإمكانيات مختلفة، كما يشتمل على اختلافات تنموية واضحة في مظاهر التنمية فيما تعرف بالتفاوت المكاني في مستويات التنمية غير المتوازنة. وإذا ما أردنا التعقيب عليها، فإن التنمية هنا هدفها الأساسي إحداث تغيير في بنية ومكونات الظواهر الجغرافية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، إن من خصائص ومميزات التنمية أنها تعنى أو تهتم بالانتشار المكاني لجهود وثمار التنمية والمكان والإطار الحيوي الذي تتحرك بداخله الدراسات الجغرافية، وهو يجتمع على ظواهر جغرافية متنوعة وإمكانيات مختلفة. وعلى ما تقدم، فإن التنمية عملية جغرافية ليس فقط بسبب متغيراتها وخصائصها، ولكن أيضا لأنها نتاج عمل إنساني واعي وجاد يعمل وفق ظروف اجتماعية ومادية معينة. وإن جميع المحاولات التقليدية لتحديد التنمية بمصطلحات ذات طبيعة أحادية تصطدم بظروف الجغرافيا والتاريخ والعمليات المتغيرة التي يمكن عن طريقها تعيق تحقيق التنمية، وفي هذا تأكيد على شمولية المنهج الجغرافي إذا ما تناولنا التنمية، فضلا عن شمولية التنمية أيضا مما تقدم. التنمية عملية جغرافية ليس فقط بسبب متغيراتها وخصائصها، ولكن أيضا لأنها نتاج عمل إنساني واعي وجاد يعمل وفق ظروف اجتماعية ومادية معينة. وأن جميع المحاولات التقليدية لتحديد التنمية بالمصطلحات لتكون ذات طبيعة أحادية تصطدم بظروف الجغرافيا والتاريخ، وفي هذا تأكيد على أن المنهج الجغرافي منهجا شاملا إذا ما تناولنا التنمية بشمولية أفكارها. ننتقل إلى موضوع آخر، وهو يعني قريب جدا من الأفكار الأولى، وهو علاقة جغرافية التنمية بالعلوم الأخرى. جغرافية التنمية فرع حديث من فروع الجغرافيا البشرية، يهتم بدراسة وتحديد الموارد الطبيعية والبشرية لأي منطقة أو دولة لتحديد إمكانيات ومعوقات استثمارها، وباتجاه تنميتها وتطويرها اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا وثقافيا وسياسيا وفي جميع مجالات الحياة، وفي منظور شمولي وتكاملي ضمن مبدأ الاستدامة أيضا. إن جغرافية التنمية تعتمد التخطيط أسلوبا ووسيلة لتحقيق أهدافها، والتخطيط في أي إطار مكاني يعتمد على معطيات واقع حال واسع يشترك في دراسته
مجالات علمية مختلفة، منهم متخصص في علوم تطبيقية كالهندسة والاقتصاد والجيولوجيا، ومنهم متخصص في العلوم البشرية كالاقتصاد والزراعة والصحة والجغرافيا والتخطيط الإقليمي والحضري. ومن أجل أن تحقق جغرافية التنمية هدفها، فلا بد أن تمد علاقاتها إلى جميع أنواع العلوم التي لها علاقة بالمجال الذي تريد أن تنميه. وعلى ما تقدم يأتي علم الجغرافيا في المراتب الأولى من حيث العلاقة بجغرافية التنمية، إذ إنه أصلها وإليه تنتمي. ويتمثل الدور المهم للجغرافيا من خلال استيعاب الواقع بشقيه الطبيعي والبشري، فضلا عن إمكانيته على التحليل وكشف العلاقات والتأثير المتبادل بين الظواهر الطبيعية والبشرية والنتائج المترتبة على ذلك. ولا يمكن أن تنكر الخبرة التحليلية للجغرافي بالقدرة على تقييم تأثير كل العوامل ذات العلاقة بالتنمية، فضلا عن قدرته على تحديد العلاقات المكانية والوظيفية للظواهر في الحيز المكاني، وبناء على ذلك تكون له القدرة على اختيار الموقع الأفضل للمشاريع التنموية والجغرافية من خلال قدرته على تقييم الظواهر والتأثير المتبادل بينها. ومن خلال خبرته التحليلية تكون له القدرة على تحديد الموارد الكامنة المستثمر منها، كما وأن الاختلافات المكانية والعوامل البشرية والاجتماعية والثقافية ومستوى الخدمات العامة المجتمعية كلها مادة وميدان الجغرافيا، وكلها متغيرات أساسية في جغرافية التنمية. كما أنه لا يمكن بالمطلق لجغرافية التنمية أن تتجاهل وتستغني عن جغرافية الاستيطان الريفي بمفرداتها وتغيراتها وميدانها من أرياف وقرى وحقول وحجوم وتوزيع وأبعاد وأنماط، لأنها جميعا موضوعات ومتغيرات أساسية لجغرافية التنمية. وعلى ذلك فإن المادة والخبرة الجغرافية تؤمن أسس ومقومات التخطيط الكفو من خلال تقديم المعلومات المعطيات تقديم المعلومات والمعطيات التي يفرضها الواقع الطبيعي والبشري، وتأثيرها المباشر وغير المباشر على تنفيذ خطط ومشاريع وجهود التنمية. من العلوم الأخرى ذات العلاقة بجغرافية التنمية هو علم التخطيط الإقليمي، إذ يتغير التخطيط الإقليمي عن التخصصات المهمة والمساعدة والمعينة لجغرافية التنمية، بل إنه يمكن أن يحمل ويشارك في نفس توجهات جهود جغرافية التنمية، إذ يعتمد التخطيط الإقليمي الأسلوب الأمثل لتحقيق التنمية، لأنه يؤمن استثمار متوازن لكل الموارد ونمو متوازن لكل القطاعات، ويسعى لتقليص الفجوة في مستويات التنمية بين الأقاليم والمناطق، ويهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة بين جميع مناطق وأقاليم الدولة الواحدة. وهذا هو أسمى هدف لجغرافية التنمية، بل إنه سعيها الذي لا يتوقف، ليس هدف حسب،
بل أن التخطيط الإقليمي يهتم بالتوزيع الإقليمي للعناصر والموارد القومية المتاحة، وعلى ذلك فهو يسهل على جغرافية التنمية إبراز النتائج الواقعية والحلول الناجحة. ومن العلوم الأخرى ذات الصلة بجغرافية التنمية هو التخطيط الحضري. التخطيط الحضري الذي بأساليبه واستراتيجياته يعتبر ذو دور كأكبر في تخطيط التنمية. التخطيط الحضري الذي بأساليبه واستراتيجياته يعتبر ذو دور أكبر في تخطيط التنمية، إذ إنه التوزيع المكاني للمراكز الحضرية وتباعدها وحجومها وعلاقاتها ومراتبها وصفاتها الإدارية، كلها مواضيع من صلب اهتمام وميدان جغرافية التنمية، ذلك لأنها جميعا من المتغيرات الأساسية التي يجب أن تدرس عند التخطيط للتنمية، بما يؤمن نظام حضري كفو وفق المعايير والمؤشرات التنموية المطلوبة. ليس هذا فحسب، بل أن تنمية المراكز الحضرية وتطويرها وتنظيم استعمال الأرض فيها وبما يؤمن بيئة حضرية ملائمة لسكانها وتعزيز مركزية المراكز الحضرية كلا حسب مرتبة الوظيفية هي من صلب جغرافية التنمية، كلا حسب مرتبته الوظيفية هي من صلب جغرافية التنمية. وأيضا تعتمد جغرافية التنمية على العلوم الإحصائية وعلى الرياضيات وعلى علم الاقتصاد في تحليل وتقويم بعض المتغيرات وبياناتها واستحصال نتائجها فيما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة وإنشاء المشاريع للقطاعات الاقتصادية ولتحديد الموقع الأمثل لها، وبما يؤمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة. إذن الجغرافيا هنا، جغرافية التنمية بالتحديد، لها علاقة بالعلوم الأخرى، من ضمنها هي جغرافية الاستيطان الريفي بمفرداتها وتغيراتها وميدانها من أرياف وقرى وحقول وحجوم وتوزيع وأبعاد وأنماط. والعلوم الأخرى هو علم التخطيط الإقليمي، إذ يعتبر التخطيط الإقليمي من التخصصات المهمة والمساعدة والمعينة لجغرافية التنمية. نعم، كذلك التخطيط الحضري الذي بأساليبه واستراتيجياته يعتبر ذو دور أكبر في تخطيط التنمية. وأيضا تعتمد جغرافية التنمية على العلوم الإحصائية وعلم الرياضيات والاقتصاد في تحليل وتقويم بعض المتغيرات وبياناتها واستحصال نتائجها. عند هذه الفقرة تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم بإذن الله. شاكرين إصغائكم، عسى أن نلتقي بكم إن شاء الله في محاضرة لاحقة.